السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا لإخواني المهندسين والمهندسات. النهاردة نقلنا في الفيديو رقم 381 في قناة عالم الهندسة المدنية Civil Engineering World، ويعتبر الجزء 13 في سلسلة Road Construction أو تنفيذ أعمال الطرق الأسفلتية. في الفيديو ده بعنوان Subgrade Compaction Test كنا فيه وصلنا خلال الفيديو السابق ان احنا كان عندنا التربة الاصلية، قلنا ان احنا هنعمل لها جريدينج وهنشيل الطبقة الضعيفة او الاعشاب اللي موجودة من فوق، وهنبدأ نعمل لها كومباكشن. ولكن بعد ما هنعمل الدمج لطبقة السب جريد اللي موجودة عندنا، فاحنا محتاجين نعمل لها اختبار الكومباكشن او الكثافة الموقعية عشان نتأكد انه تم دمج التربة طبقا للمواصفات. ففي بس نقطة بسيطة، هي يمكن نقطة نظرية ولكن بس من باب الاستفهام. موضوع الفحوصات اللي بتتعمل في المعمل او المختبر، هي ان احنا عايزين منها نقطتين، عايزين الاوبتيمم موزيتشر كونتنت او ام سي والماكسيمم دراي دينسيتي او الام دي دي. وبيطلع لك شكل تشارت بالشكل ده، بيكون عنده الكثافة الجافة القصوى ومحتوى الرطوبة المثالي. لو احنا خدنا كثافة التربة اللي موجودة من المختبر، عندنا كثافة في الموقع، نقدر ناخد نسبة الدمك اللي موجودة وهي من 90 لـ100% على حسب مواصفات المشروع. موضوع الدمك بحد ذاته انه الغرض منه، ده احنا يمكن قلنا قبل كده، زيادة تحمل التربة. اي مش عايزين ندخل في جزء نظري، ولكن النقطة ديت المهم انه كان دمج التربة زي ما انت شايف كده بيتم بطريقة غير مدروسة لغاية ما جه مهندس امريكي بروكتور ويحدد مجموعة عوامل خاصة بدمج التربة، هي الكثافة الجافة والمحتوى المائي والجهد المبذول لدمج التربة. اختبارات الدمج المعملية من الكود المصري للتربة والأساسات برضو نفس الفكرة لتحديد الكثافة الجافة القصوى ونسبة الرطوبة المسلم. تجارب الدمج المعملية نوعين، تجربة بروكتور قياسية وتجربة بروكتور معدلة. ده برضو نفس الكلام، بس انه كان احنا كنا مستخدمين على بروكتور القياسي لغاية ما جينا بعد الحرب العالمية الثانية طبعا عشان في المطارات العسكرية، وانه احنا محتاجين كثافة اكبر، فبدأ ان احنا نستخدم بروكتور المعدل او موديفايد بروكتور. تمام، فاحنا كده احنا عايزين التربة اللي موجودة عندنا، سواء ان هي مثلا برضو بالسب جريد او السب بيس او البيس كورس، ايا كان الماتيريال اللي احنا نستخدمها في الردم، فاحنا محتاجين منها الكثافة الجافة القصوى. فانت بتاخد عندك عينة من الموقع وبتوديها للمعمل على اساس يديك اللي هي الماكسيمم دراي دينسيتي، فبيديك طبعا بيكون في عدة بيانات للعينة اللي موجودة، وزي نفس التشارت اللي موجود بيديك الماكسيمم دراي دينسيتي والاوبتيمم موزيتشر كونتنت. يمكن الاختبار ده كان بالنسبة لعينة بيس كورس، فزي ما انت شايف كوركتد ماكسيمم دراي دينسيتي 2070 كيلو جرام على المتر المسطح، وهنا الكوركتد اوبتيمم موزيتشر كونتنت 7.6. فاحنا لما نيجي نعمل الاختبار عندنا في الموقع غالبا هنستخدم طريقه النيوكلير ميثود او الطريقه النوويه، فهنستخدم المعاملين دولت على اساس نحدد كثافه التربه اللي موجوده في الموقع. دي الاختصار اللي هو الفرق ما بين البروكتور العادي والبروكتور القياسي والمعدل، من خلال الوزن مختلف هنا 2.5 بقى 4.5، الارتفاع اللي بتنزل منه المطرقة اكبر، بعد 3 طبقات بعد بقى 5 طبقات، اختلافات مش عايزين ندخل فيها، ولكن بس الفكرة انه فيه اللي هو موديفايد بروكتور وفي ستاندرد بروكتور، وده اللي احنا عايزينه، لانه لما نيجي نعمل اختبار الدمك اللي في الموقع فغالبا هيسألك انه ايه البروكتور فاليو اللي موجوده عندنا. تمام، دمك التربه في الموقع الفيلد كومباكشن، في طرق طبعا مختلفه، طريقه الساند كون وطريقه الرابر بالون والطريقه النوويه او النيوكلير ميثود
وهي ديت الطريقة الأكثر شيوعا حاليا دلوقتي، لأنه هي بتديك نتائج سريعة، بحيث إن أنت عايز تقدر تكمل. يعني مثلا ممكن طريقة مخروط الرمل، فمحتاج توديها تاخدها من الموقع وتوديها المعمل وتشوف وتستنى. الطريقة النووية بتديك نتيجة في الحال وتقدر تكمل الشغل بتاعك على طول. طريقة مقياس الكثافة الإشعاعي، هنا الأجهزة ديت رغم إن هي عالية طبعا بتستخدم، لأن التجربة بتنجز يتم يمكن إنجازها بسرعة فائقة بعد إعداد سطح الاختبار. طبعا هو هنا ذكر فكرة الجهاز إنه بترسل أشعة جاما، وفيه بيكون فيه مستقبل، ومن خلال عدد الأشعة المستقبلة فبيحدد درجة دمج التربة ويقدر يحدد نسبة الرطوبة. مش عايزين ندخل في التفصيل، هي الفكرة إنه طريقة ال FDT أو الفيلد دينسيتي تيست عن طريق الطريقة النووية، زي ما انت شايف بيكون الشكل بالجهاز ده. طبعا بيعمل حق، يعني تقدر تقول ثقب داخل التربة في خلال عمق معين هو بيحدده، وبيكون الجزء ده الرد اللي موجود من فوق بينزل من تحت، وبيدي سورس هنا بيدي بيرجع له عدد الأشعة بحيث ان هو يقدر يدي كثافة التربة اللي موجودة. ودي طبعا الأجهزة اللي موجودة، الجهاز المقياس نفسه، وبيكون ديت المسطرة اللي بتحكم عنده وضع الجهاز، الاكستراكشن تول والدريل رود. يعني اجهزه بسيطه يمكن يعني اغلب الكل عارفها بالنسبه لي، ان بلورموسيد الطريقه بسيطه مش محتاجه يعني تفصيل كتير، مش هدخل فيه عشان ملوش لازمه يعني. وده احد النتائج بعد ما خلصنا. زي ما قلت لك انت قبل ما بتعمل اختبار وتبدا تعمل الاختبار، غالبا بيسالك على نسبه بروكتور او بروكتور فاليو، او اللي هي الماكسيمم دراي دنسيتي اللي موجوده في المعمل، اللي هي الكوركتد ماكسيمم دراي دنسيتي اللي هي من تجربه بروكتور المعدل. دي من المواد اللي موجوده بعد ما حفرنا ودخلنا الرد، وبعد كده بيطلع عنده النتيجه اللي موجوده هنا. زي ما انت شايف الكثافه طلعت 104.3 ونسبه الرطوبه اللي موجوده، طبعا زي ما قلنا انه في صورة الاختبار اللي فاتت كانت 7 وشوية، هنا طلع 10 وشوية. اهم حاجة ان هي ما تقلش عن 7 وما تكونش زيادة. فكذلك هو هنا طلع لك نسبة الاختبار. احنا مثلا عندنا بالنسبة للسب جريد، شوفوا حسب المواصفات اللي موجودة عندك 95 96 97 98، ايا كان نسبة الاختبار، نسبة الكومباكشن اللي موجودة او نسبة الدمج اللي موجودة، فهنا هتطلع لك. فكده يبقى خلاص، يبقى ساتيسفايد وتقدر تكمل الشغل، ويبقى الكومباكشن بتاعك اكسبتد. اتمنى تكون وضحت فكرة بسيطة عن اجراء اختبار الدمج للتربة باستخدام النيوكليور ميثود كاختبار سريع للتأكد من دمج التربة في الموقع. نستكمل ان شاء الله بقية ان احنا خلاص كده وصلنا للسب جريد، اتأكدنا من ان هي تعمل لها كومباكشن مظبوط، فهنبدأ نعمل اعمال الردم ارتفاع 2 متر عشان نوصل لطبقة السب جريد اللي هتكون تحت طبقة السب بيس وتحت طبقة البيس كورس بالنسبة للأسفل. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.